أعزائي المشاهدين، نحن معكم مباشرة من أمام منزل الأستاذ ميشيل حايك حتى نشوف شو توقعاته للوضع بسوريا، وهل يا ترى هالوضع رح يصير فيه له ترددات على لبنان ويحول. الأستاذ ميشيل أهلا وسهلا فيك، إذا فيني أسألك بتريدي سؤال؟ إذا بتريدي أنا كتير مستعجل، بدي أروح على المستشفى. على المستشفى؟ ليه ليه خير شو بك؟ بدي أروح أعمل عملية اتخلى فيها عن ذكوريتي تصير أنثى. شو؟ معقول بدك تعمل هيك عملية؟ ليه بقى؟ قربت تنحل. الأربعة بعد الأخبار على الجديد.